السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي طلبة السادس الابتدائي، والنهاردة مع أهم البوينتس اللي جت في يونت 8. خليكم معانا. اليونت ده حبايبي بيتكلم عن الكيندر جارتن اللي هي روضة الأطفال. دي اختصارها كيجي، احنا بنقول عليها كيجي اللي هي الروضة او مرحلة ما قبل المدرسة. طيب هنا الاولاد هيعملوا ايه؟ هيفتكروا شوية حاجات كانوا يقدروا يعملوها وهم صغيرين. طيب كيندر جارتن يعني روضة اطفال. let me دعني او اتركني، show يظهر او يبين، letter حرف، بورد سبورة. طبعا كلمة شو هنا بستعملها بمعنى يوضح او يبين. طب لو هي جت اسم، يعني هنا حبايبي جاية فعل معناها يوضح او يبين. لو جت فعل زي مثلا جملة let me show you how، دعني اريك كيف، يعني خليني اوريك الحاجة دي بتتعمل ازاي. طيب لو انا قلت لك show time يعني وقت العرض، يبقى كلمة هنا show جت ايه؟ جت معناها عرض، بمعنى ايه؟ بمعنى عرض. لو هي كانت اسم، letter يعني حرف، و board يعني سبورة، وكلمة on board على السبورة. on بستعملها قبل اي سطح، يعني على الحيطة مثلا، الحيطة دي سطح مستوي فهقول on the wall، السبورة سطح مستوي يبقى on board. طيب بعد كده عندنا كلمة front المقدمة، sorry miss، miss يعني آنسة أو أستاذة، وأولها M capital، إنما miss M-I-S-S الام لما تكون small معناها يفتقد. اوكي حسنا، هاو كيف، ايزي سهل، وتو يعني جدا اكتر من اللازم، بتدي المعنى السلبي لكلمه فيري. هارد يعني صعب، ورك عمل، بليز من فضلك، هوم ورك الواجب المدرسي، 100 الرقم 100، تشير يعني كرسي، واي يعني لماذا. تمام هنا بيقول لك في ملحوظة ان في كلمة easy الاس هنطقها زد علشان هي مثل صوت حرف زد، عشان هي كان في قبلها هنا متحرك easy. تمام الصفحة اللي قدامها في كتاب المعاصر حبايبي بيقول I don't know how، I don't know، اتفقنا ان الكي بعدها ان مش بنطق الكي، I don't know لا اعرف كيف، I'm sorry that's okay، It is easy. Come on. Don't give up. Good work. Clean the board, please. Hey, so did I. الكلام ده موجود فين؟ موجود في المحادثة اللي احنا هنقراها دلوقتي. فمديك سؤال علشان يخليك تفكر قبل الدرس. السؤال ده مهم جدا. طب ايه السؤال ده؟ نطلع الكلمة المختلفة ونعمل replacement، نستبدلها بواحدة مناسبة للمجموعة اللي موجود. عندنا كلمة run، cook، play، عندنا run يجري، يطبخ cook، وplay يلعب. طيب ايه شغلة تشير هنا؟ يبقى تشير هي اللي ايه؟ هي اللي مختلفة. تمام هنكتب ايه مكانها؟ ممكن تكتب الفعل جو. تمام ماشي. What who where they، باين طبعا ان التلاتة الاولانيين دول ادوات استفهام، انما زي هي اللي مختلفة. طب نحط ايه مكانهم؟ ممكن تحط why، why. school، zoo، show، kindergarten. kindergarten روضة، روضة اطفال، ودي الحضانة اللي بتبقى قبل المدرسة، وزو حديقة حيوان، وسكول مدرسة اللي مختلف طبعا كلمة شو. ممكن هنا تحط house منزل، hard easy wild، التلاتة دول صفات، صعب سهل، وايلد يعني بري او متوحش. عندي كلمة work هي اللي مختلفة، ان work معناها عمل. ممكن تحط هنا tall، T-A-L-L. جودي، حسن، منى، دينا، كلهم اسامي بنات ما عدا كلمة حسن. حسن ولد، ممكن نحط هنا نهى، N-O-H-A. طيب يا حبايبي ندخل على المحادثة.
المحادثة بتبدأ بميس دينا. ميس دينا يا جماعة موجودة في الفصل مع التلاميذ بتوعها، فبتكلم واحدة منهم اسمها منى، فبتقول لها منى، طبعا طالما بعدها كوما يبقى منى دي واقفة قدامها، منى please come to the front، تعالي إلى الأمام يا منى، write the letter D on the board، اكتبي الحرف دي على السبورة. راحت منى ردت قالت I don't know how، I don't know how، لا أعرف إزاي أكتبه، كيف أكتبه. يبقى how هنا معناها كيف. I am sorry، I'm sorry Miss Dina، ليه قبلها كما؟ عشان Miss Dina برضو واقفة قدامي، فده إيه؟ مخاطب. قالت لها أسفة يا أستاذة دينا، قالت لها that's okay، هي بتطمنها بتقول لها ولا يهمك، let me show you how، تعالي أوضح لك إزاي بيتكتب، it's easy، إنه سهل. قالت لها no I can't، لا مش هقدر، it's too hard، ده صعب جدا. قالت لها come on منى don't give up، يلا يا منى لا تستسلم. يبقى كلمة give up معناها يستسلم. قالت لها hey I can do it، لما بدأت ايه تحاول. يبقى احنا حبايبي ما ينفعش نقول ايه مش عارفين، لا نحاول وبعدين نشوف النتيجة هتبقى ايه، ان شاء الله ربنا هيوفقنا ونعرف. يبقى I can do it، استطيع كتابته. Good work منى، احسنت يا منى، please sit down، لو سمحتي اجلسي. بعد كده ندهت على بنت تانية، قالت لها ايه جودي please help me pass out the homework، ساعديني في توزيع الواجب. يبقى كلمة pass out يا حبايبي معناها ايه؟ معناها يوزع، pass out معناها يوزع. طيب the homework، حسن clean the board، ندهت على ولد تاني قالت له نظف الايه السبورة من فضلك. طبعا هنا في كمية اوامر طول الايه المحادثة، هو عايز يفهمك هنا انه كلمة مثلا come فعل أمر هو جاي في المصدر، كلمة write، كلمة مثلا come on، كلمة sit down، كل دي أوامر، pass out، كلمة clean the board. بص عندك كم فعل أمر، كل أفعال الأمر دي هتيجي في المصدر. حاجة كمان في تيجي في المصدر، لما نشوف don't يبقى بعدها مين؟ بعدها مصدر برضو، يبقى احنا هنشوف don't او حد من اخواتها doesn't برضه، هو خلي بالك ادي don't اهي جاي بعدها برضه give up، ده ايه ده مصدر. كلمة let يا جماعة هيجي بعدها مصدر، ادي كلمة show اهي في المصدر يعني let me. كلمة can برضه بعد can ايه مصدر، I can do it. تمام. طيب الجزء التاني من المحادثة بنقول بقى فيه في الاخر هيسأل سؤال مهم خالص. ايه السؤال ده؟ بيقول what did you get، ايه الدرجة اللي انت جبتها؟ اما بيكون في امتحان وعايز اسأل زميلي ايه الدرجة اللي انت جبتها، فيقول لي I got. الله، طب اشمعنى هنا get بس نزلت تحت بقت got؟ السبب انه did يا حبايبي يأتي بعدها مصدر، انما did هنا مش موجودة، فدي جت في الماضي لان did ايه مشت. ياي so did I، وكذلك ايه انا، يعني انا كمان جبت ايه، حصلت على 100. تمام. طيب تعالوا نشوف المحادثة دي هنحلها ازاي. كل ده حبايبي شغالين في كتاب المعاصر. بيعيد المحادثة تاني، بيقول لك منى please come to the front، write the letter B on the board، اكتبي الحرف B على السبورة، فهتقول لها I don't know. كلمة نو يا حبايبي هتبدأ بكي، فمحدش يكتب لي نو اللي هي NO، نو اللي هي بتاعت ايه، لا محدش يكتبها، احنا عايزين نو دي I don't know how، I am sorry. بعد كده بتسألها سؤال، قالت لها because. خلي بالك لما يسأل يجاوب because يبقى حضرتك هنا كنت بتسأل بايه، بواي. يعني ايه واي يا حلوين؟ كلمة واي معناها لماذا، تسأل عن السبب. why can't you do it، ليه مش قادر تكتبه، فقال هنا let me show you how it's easy، don't give up، لا تستسلم. طيب can you write it now او do it now، فهيقول له hey I can do it. يبقى can you write، يبقى انا بعد ما ايه ما وريته هسأله بقى، او بعد ما وريتها انا هسألها هي تعرف تكتبيه دلوقتي، فهتفرح جدا ان ايه ان هي عارفة تكتبه. ادي write يا حبايبي، طبعا هنا
ال W أنا مش هنطقها علشان بعدها R. هتقول هاي I can، يبقى هنكتب هنا كلمة إيه؟ I can do it. طبعا الخط إيه زي الفل، فيعني سامحوني. طيب ننزل بعد كده على اللي تشوز، ومهم جدا جدا موضوع اللي تشوز ده عشان الامتحان، بس احنا هنحل كله ان شاء الله. نقعد the letter D on the board منى. طيب هنا فعل امر، اتفقنا ان الامر بيجي فين؟ في المصدر، يبقى write the letter D. he can't play this game، هو مش هيقدر يلعب اللعبة دي لانها ايه؟ dangerous. كلمة dangerous يعني خطير، يبقى اللعبة دي too dangerous، لأن too هنا معناها جدا أكتر من اللازم. let me، اتفقنا حبايبي إنه بعد let بيجي مصدر، طب فين المصدر هنا حلوين؟ أهي show. what did you get I هنا get في المصدر عشان في did، طب did مشيت، يبقى احنا عايزين get دي فين؟ في الماضي، يبقى got. which not can you write ندى، قالت لها سي، طب هو سي ده ايه حبايبي؟ سي ده letter، حرف. I got 100 in the، حصلت على 100، 100 في الايه؟ 100 في الكرسي ولا 100 في المطبخ ولا 100 في الطيارة؟ لا طبعا 100 في الاكزام يعني الامتحان. I can't write this word it's too، انا مش عارف اكتب الكلمة دي لانها ايه؟ too hard، يعني صعبة جدا. come on منى، يلا يا منى، don't give up، يعني ايه استسلم؟ يعني give up. طيب بعد كده هندخل على الاكتيفيتيز، الانشطة اللي احنا بنعملها او ممكن نعملها دلوقتي او كنا نقدر نعملها زمان. الانشطة دي زي ايه؟ اول حاجة say the alphabet. طيب في عندنا هنا حرف متحرك في قبليه ذا، فأنا مش هنطقها ذا، هنطقها ذي. say the alphabet يعني يقول الحروف الهجائية. واحد تاني throw a ball، أقول مثلا he can throw a ball، يعني إيه throw؟ يعني يقدر يلقي أو يرمي الكور. blow a bubble ينفخ فقاعة. count to 10 يعد لغاية 10. build a sand castle، هنا التي مش هنطقها حبايبي، يعني يبني قلعة من الرمال. spell a word يتهجى كلمة. catch a butterfly يمسك فراشة، catch a butterfly. cut out a heart يقطع أو يقص قلب. peel an orange يعني قشر برتقالة، peel an orange. speak English يعني يتحدث اللغة الإنجليزية. تمام، تعالوا بقى نستعمل الجمل اللطيفة دي في ازاي نتكلم عن الحاجة اللي نقدر نعملها وما نقدرش نعملها. طيب هنيجي هنا حبايبي، بس قبل ما نحكي الحكاية دي، في عندنا هنا كلمات الصفحة اللي بعدها. طيب عندنا هنا كلمة كوكي، كوكي يعني كعكة محلاة. بي نحلة. haircut as the char behind خلف أو وراء. how often كم مرة، طبعا هنا برضو حبايبي التي مش هنطقها. year يعني سنة. month شهر. once يعني مرة، مرة في السنة، مرة في الأسبوع. طيب count counted، هنا الفعل هياخد اي دي في الماضي، يبقى ده فعل ايه حبايبي؟ فعل منتظم. want wanted برضو هينتهي بإي دي. بيل بيلد يعني يقشر. الناحية دي هي أفعال إيه؟ أفعال غير منتظمة، يعني هيتغير شكلها. كلمة say في الماضي تبقى said. throw هناخد بالنا من الـ OW هنا وهنا. طيب throw هتبقى في الماضي threw، يبقى الحاجات اللي آخرها OW غالبا تاخد EW في الماضي. كلمة blow في الماضي تبقى blew. cut out cut out cut cut زي ما هي. build built ايه اللي اتغير هنا؟ حرف T. طيب spell spelt ال L الأخيرة بقت T. catch coat speak spoke. كلمة look out معناها احترس. get a haircut يقص شعره. طب تعال نشوف ايه اللي بيحصل هنا. هنا الولد بيقول ايه؟ طبعا السؤال ده مهم جدا حبايبي، سؤال what are you doing. اتفقنا لما يكون في عندنا am او اذا و are يجي بعدها فعل اخره ing. ليه؟ لان دي حاجة بتحصل دلوقتي. قالت له a cookie. do you want some هل تريد؟
دو هنا خلت الفعل الناحية دي يجي في المصدر. Do you want some؟ هل تريد البعض؟ قال لها no thanks. I am going to. أمك I am going to على بعضها معناها إيه حبايبي؟ معناها سوف. طيب لازم طبعا يجي وراها مصدر. وراها إيه؟ مصدر. يبقى I am going to، أنا سوف أكل إيه؟ This orange. طيب المحادثة اللي على الجنب هنا واضح إن الاتنين دول بيلعبوا. بتقول له ايه؟ look out، احترس. there is a bee. there is معناها ايه حبايبي؟ يوجد. وياتي بعدها اسم مفرد، يجي بعدها اسم ايه؟ مفرد. behind معناها خلفك. behind you، كلمه behind يعني خلف. طيب قال لها a bee where، where يعني اين، where يعني ايه؟ اين. it's behind you، انها خلفك. طيب كريم بيكلم البنت دي فبيقول لها how often، اتفقنا how often يعني يا حبيبي كم مرة. how often do you get a haircut، هو انت بتقصي شعرك يعني كم مرة. قالت له I get a haircut، طبعا دي بنوتة فمش هتقصه كتير. فقالت له once a year، يعني مرة واحدة في السنة. طيب how about you، يعني طيب وماذا عنك، طب انت بتقص شعرك كم مرة. قال لها I get a haircut once a month، طبعا عشان ده ولد فبيقص شعره مرة فين، في السنة. يبقى احنا لو بنقدم عرض هنقول do you want some، هل تريد البعض. لو انت مش موافق هتقول no thanks، I'm going to eat this orange. طيب للسؤال عن how many times، عدد المرات، هقول how often. يبقى how often ايه شغلتها؟ بسأل بيها عن ايه؟ عن عدد المرات. I get a haircut once، طب فين الإجابة؟ اهي تحت اهي. يبقى كلمة once يا حبايبي معناها مرة. يلا مع بعض نحل. بيقول my sister can not do 10، تعد لغاية 10 يعني ايه؟ count to 10. when he was young، لما كان صغير. دي الاكتيفيتيز اللي انا كنت بقولك عليها بقى، انه هنحكي عن حاجات كانت بتحصل لنا واحنا صغيرين. يبقى وين هنا حبايبي معناها عندما، انا هنا مش بسألك بيها، هنا وين معناها ايه؟ معناها عندما. طيب when he was young، لما كان صغير. he could، كان يقدر. نقط a bubble يعني ايه؟ ينفخ فقاعة. blow a bubble. طيب I get نقط once a month، بحصل على ايه؟ على hair cut، شاطرين قصة شعر. when I was little، لما كنت صغير. I could spell a word، كنت اقدر اتهجى كلمة. have نقط do you get a hair cut. how how often، ممتازين، كم مرة بتقص شعر. what are you، اتفقنا طالما في are يبقى احنا عايزين هنا فعل اخره ايه؟ ing. what are you eating، انت بتاكل ايه. do you want some cookies، راح قايل no thanks. تبقى do you ايه؟ do you want. طب ليه اخترنا want؟ عشان do بعدها مصدر. look out، احترس. there is a bee، يعني ايه خلفك. behind you. say blue bill، الثلاثة أفعال اللي مختلفة homework، ممكن نحط فعل زيهم، الفعل go زي ما قلنا، أو الفعل do، أو الفعل is، فعل اللي يعجبك حطه. under و between و in كلها حروف جر، اللي مختلف red، ممكن حضرتك تحط on و in، كلها حاجات سهلة. طيب orange word peach apple، كلهم فاكهة ما عدا كلمة word، ممكن نحط هنا banana b-a-n-a-n-a. what which when، ادوات استفهام. في هنا ايه؟ haircut. لا ده احنا ممكن نحط كلمة who w-h-o، هو يعني من. february sunday march april، ممكن نحط دول ثلاث شهور حبايبي، وعندنا sunday يوم من ايام الاسبوع، فممكن نحط هنا may m-a-y. جميل. طبعا في هنا قطعة، القطعة دي بتتكلم عن منال. بتقول this is kindergarten class، ده فصل في الحضانة. الأطفال هنا حوالي عندهم 5 سنين. some of the children can spell، البعض يستطيع أن يتهجى. count and play nicely but others can't، ولكن الآخرين لا يستطيعون. فهيجيب لي مثال للأولاد، فبيقول لي عادل is counting happily and منال can speak English. طب نوها تقدر تعمل إيه؟
can't cut out a heart. ما تقدرش تقص قلب. It's too hard for her. طب بالنسبة لسمير قال لك سمير can say the alphabet. طب مها can blow a bubble. طب علا can throw a ball. طب أيمن can't catch a butterfly. طيب هنا بيقول منال. طب في المنال اهي. منال تقدر تعمل ايه في الانجليش؟ can speak English. طب نوها في النوع يا جماعة can't cut out a heart. يبقى ما تقدرش تقص ايه قلب. بيقول لك who can count happily. ندور هنا كده مين اللي كان بيعد بسعادة. مين سمير لا مها علا ايمن نو مين اللي يقدر يعد؟ علي برافو عادل. يبقى مين فين الاجابه اهي حبايبي؟ عادل دي اجابه السؤال رقم 3. يبقى هو بتسال عن الاشخاص ممتازين. وات كان سمير دو فين عمي سمير؟ طيب فين سمير اهو. يبقى سمير كان سي ذا الفابت يستطيع ان ايه يقول الابجديه. يبقى السؤال رقم 4 هتبقى اجابته هنا. هنا طبعا بيقول لك اكتب paragraph of 7 sentences من 7 جمل على الشاطئ on the beach. طيب احنا هنسيبه شويه حبايبي ونرجع له تاني. could وbubble وblue وI وA. يبقى I could انا كنت استطيع اني ايه blue A bubble and فوفقع. can يبقى can you spell this word. وطالما منى قبلها كوما يبقى دي فين يا حبايبي؟ في اخر الجمله. يبقى can you spell this word منى. وانت تقدري تتهجي الكلمه دي يا منى. طيب الجرامر هنا عن verb to be. دلوقتي منى في الصوره ايه؟ طويله. طب زمان كانت قصيره. يبقى is في الماضي تبقى ايه يا حبايبي؟ اهي في الماضي تبقى was. كريم كان كريم يقدر يلعب باسكت بول. انما دلوقتي وزمان كان يقدر يلعب برضو باسكت بول بس كان في الماضي هتبقى كود ممتازين. طيب يبقى ام وايز ماضيهم ووز. يبقى الباست ده اللي هو ايه حبايبي؟ الماضي. طيب ار ماضيها وير كان كود. دول نفس الحكايه. اجن فيها ام نوت وايز نوت هتبقى وازنت. ارنت في الماضي تبقى weren't. can't في الماضي تبقى couldn't. تمام. فهنا بيقول انه verb to be في المضارع البسيط ده شكله اللي هو am و is و are. وفي الماضي البسيط ده شكله اللي هو was او will. حلو قوي. الكلام ده يفيدنا في ايه؟ هو عايز يوصل من الحكاية دي لان حضرتك توصل للتركيبة دي. يعني تقدر تقول في الاخر انت زمان كنت تقدر تعمل ايه. يقول لك when مثلا he was little لما هو كان صغير he could كان يقدر مثلا play football اهو يقول he could play football. طيب when they were young لما هم كانوا صغيرين they couldn't مثلا play tennis ما كانوش يقدروا يلعبوا تنس. يبقى هنا when I was young واحد هو بيتكلم على نفسه بيقول I couldn't لم أستطع. يبقى couldn't معناها لم أستطع. برضو خلي بالك إن بيجي وراها مصدر. I couldn't count to 10 when I was little I could jump. أنا كنت أقدر إيه أقفز. تعالوا نشوف علي كان مريض امبارح. طيب عشان في كلمة yesterday فإحنا هنختار was. ليه بقى؟ إن إحنا اتفقنا حبايبي إنه الافعال انه was هيجي مين معاها؟ هيجي مين معاها؟ هيجي I وهي وشي وإت. تمام. when they طيب مين اللي بياخد where بقى؟ you ووي وذي. يبقى when they were young لما هم كانوا صغيرين. when Karim was little لما كان صغير طبعا انا هختار حاجة في الماضي وانا مغمض كل دول ما ينفعوش. He could speak English. طيب when she not little لما هي كانت صغيرة يبقى was. سوري احنا عندنا واحدة. when he was little he could بعد كده عايزين مصدر فهنقول say. منى not tall
اه ده هي منى دلوقتي، بنتكلم على منى دلوقتي، لان طبعا كل دول ما ينفعوش. يبقى منى is I tried to catch a butterfly، حاولت امسك butterfly ولكني لم استطع، but I couldn't. ناخد بالنا ان but من روابط التناقض، يعني لو في هنا اثبات هنا بيبقى في نفي والعكس صحيح. Can you not sand castle؟ طبعا بعد كان اتفقنا انه بيجي مصدر، يبقى can you build a sand castle. برضو هنا بيقول when I was five، لما كان عندي 5 سنوات. I طبعا كنا هنستعمل هنا الماضي، يبقى I could peel an orange، انا كنت اقدر اقشر برتقال. Sarah can not ten، يعني ايه تعد لغاية 10؟ count to ten. He is بعد am و is و are اجيب فعل ing، he is throwing a ball. When I was little I couldn't blow a bubble، ما كنتش اقدر انفخ فقاعة. Can you عايزين مصدر بعد كان، يبقى speak English. When I was little I could وراها مصدر على طول اللي هو swim. When you were little you not catch a butterfly، يبقى تقدر او ما تقدرش، يبقى هنستعمل كلمة couldn't. She could cut out، يقص ايه؟ يقص قلب، cut out a heart. يلا نطلع المختلف، عندنا بيل blue build وblue. بلو دي لون ملهاش علاقة بالأفعال دي، نحط جو جي او. January May Saturday July، ناخد بالنا ان المختلف Saturday، نحط هنا شهر مكانهم، مثلا نحط جون J-U-N-E. 1 2 3 4 اللي مختلف 3، ونحط هنا 3 T-H-R-E-E. Tennis Volleyball Handball كلهم لعبة فيها كور، ممكن نحط هنا football F-O-O-T-B-A-L-L. Through في الماضي، coat في الماضي، spoke في الماضي، اللي مختلفة blue يعني ينفخ. لو حطينا هنا فعل، طبعا نحط هنا فعل في الماضي، وليكن مثلا كلمة went W-E-N-T. طبعا الجزئية دي حبايبي احنا هنتكلم عنها لوحدها، لانه هنا خاص بالرايتنج سكيلز، يعني هنحكي عن ازاي اكتب لصاحبي عن الحاجات اللي كنت اقدر اعملها وما كنتش اقدر اعملها في الماضي. ان شاء الله باذن الله نعمل لها فيديو لوحدها، حلقة لوحدها تكون قريبة باذن الله. بكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، أتمنى أكون أفدتكم. لو في حد عايز يسأل أسئلة يكتب لي في الكومنتس. كان معاكم فاطمة البنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.